بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها الرابع برئاسة سعادة السيد جمعة بن محمد الكعبي نائب رئيس اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، وذلك بحضور سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. وقال رئيس اللجنة إن اللجنة أعادت مناقشة مشروع القانون المذكور مع الأخذ بملاحظات ووجهات نظر أصحاب السعادة أعضاء المجلس والتي أدلوا بها خلال الجلسة العامة للمجلس، مؤكدا حرص اللجنة على أن يكون المشروع محققا للمصلحة العليا للوطن ويسهم في الحفاظ على الثروة البحرية. ويتضمن مشروع القانون موضوع حظر استخراج الرمال من المناطق المحمية وبيعها وتصديرها إلى جانب العقوبات والغرامات المفروضة على من يخالف أحكام القانون.